فرانك ودارك. اوكي المشكله في الثيرستر، احد مشاكل الثيرستر انه هو يوني دايركشنال ديفايس. يعني اذا طلعنا على الترايك شغلت هاي اشتغل عندي ترايك هون هاي الانود عفوا الثيرستر والجيت، هو يوني دايركشنال ديفايس، هو بيشتغل بهذا الشكل. جيد لو انا اقدر ادمج اثنين من هذول واحطهم بنسميها هذه باك تو باك او انتي بارلل. انتي بارلل يعني عكسناهم من هون هيك. لو اقدر اطلع بديفايس زي هيك بكون هترنل واحد بس للهذا، هذا هو اسمه الترايك. الترايك شكله الرمز تبعه هذا بنسميه تي 1، هذا بنسميه تي 2، وهذا بنسميه بالجيت. لانه صار هو باي دايركشنال، بطلنا نسمي انود وكاثود، لانه صار عندي اثنين، مش هذا هون، هذا كاثود لهذا وانود لهذا، فسميناه بهذا الشكل. طريقه عمله او بنائه بتتشكل بالشكل التالي. انا باخذ واحد منهم، هذا عندي هون ان، هذا اي، هذا ان، هذا ايش هذا؟ بداية بناء ثيرستر، بس اتجاهه هذا هيك. راح اخذ واحد ثاني هون، راح احط هون بي ام بي ان. ايش بتذكركم هاي اللي رسمتها هلا راح ابدا اوصل لهم؟ كيف بنينا الاس سي ار من ايش؟ ترانزستور. اذا هون لاحظوا هلا هذا بامكاننا ان نشبكه هذا كانه وهذا هذا العفو هذا هون، هذا بيمثل السي ار بهذا الاتجاه وهذا بيمثل السي ار بهذا الاتجاه. هلا انا بامكاني اشبك هذه مع هاي وهاي مع هاي مش هيك وهاي مع هاي. شوف ايش راح اعمل، راح اخذ الان البي هاي امنتها وراح اخذ البي هذه هون وامنتها بهذا الشكل. بعدين راح امنح هذول هون وراح امنح هذه هون وراح تروح الان من هون لهون راح تروح هيك وراح امنح هذه هون بعدين راح ناخذ خلينا ناخذ الدور الثاني هيقوم كونتاكت تلاحظوا صار عندي هلا واحد منهم هو بي ان بي ان بهذا الاتجاه وهذا بي ان بي ان بهذا الاتجاه، مضبوط؟ شو ضل ناقصني؟ جيت. جيت. راح اعمل جيت الان، راح اخذ اعمل هون ان والجيت هاي اذا بعملها فارق بتعمل فارق للاثنين. يعني فيش جيت لواحد وجيت للثاني، خلص صارت ديفايس وحده. الجيت هاي بتشغل بهذا الاتجاه وبتشغل بهذا الاتجاه، هاي الكونستركشن تبعت الترايك. لكن الترايك محدود، محدود بالباور هاندلنج كابابيلتي تبعته، ولذلك الترايك ما شفناه قبل شوي، شفتوا هذيك الشارت اللي كان فيها جي تي او، هذا ما كان الاشكال الرئيسيين عندي جي تي او ثيرستر واي جي بي تي وموسفيت، هذول هم الاربع كومبوننتس الرئيسيين، وشفتوا مين اللي كان اقوى مثلا بالفريكونسي الموسفيت واللي كان اقوى بالباور والفولتج، الكرنت والفولتج هو
الثيرستر. إذا هذا عندي بالنسبة لهون الثيرستر. هلا الثيرستر الترايك، الترايك بيشبه الثيرستر لكن هلا صار بوزيتيف ونيجاتيف. إذا بتتذكروا الفي آي كاركترستكس تبعت الثيرستر، إذا عندي هون في هون آي هي في أي كي هون، كان عندي هون في خطين إذا متذكرين، كان هذا اسمه الفورورد بلوكينج لحد هون، وإذا زدت طبعاً الآي الجيت كارنت صار ينزل الفورورد بلوكينج، وبعدين هون نرجع بصير عندي هذا ايش اسمه فورورد كوندكشن، وهذا اسم هون، وهذه هون آي جي واحد آي جي اثنين. كل ما زدت الآي جيت يصير عندي هذا الخط من هون لحد ما بقدر اطلع لهذا الاتجاه، وهذا عندي هون الفورورد بلوكينج. فورورد بلوكينج، وهون بوصل تقريبا في بي او، ايش هذا الفولتج؟ عرفناه بريك داون فولتج، اللي لو ضل يزيد الفولتج يزيد يزيد في النهايه، حتى لو في شيء جيت كارنت عند لحظه معينه رح يصير بريك داون، بس البريك داون رح يرجعني هون يعمل كوندكشن. فهي احد الطرق انه يشتغل الثيرستر لكنها لا ينصح فيها. هلا لو كنا ضلينا على الثيرستر مش على التراك كان هون ايش بكون عندي؟ هون عندي ريفرس ريفرس بلوكينج فولتج. لكن احنا الان شو عملنا لما حطينا تنين؟ اخذنا هاي وبنيناها هون كانت مضبوط، فصار عندي هلا الريفرس كاركترستكس بتشبه الفورورد كاركترستكس، فنفس الشيء راح يكون عندي هون هيك، هون عندي ماينس بي بي او، وهي عندي هذا صار اسمه ريفرس كوندكشن، وهذا هون ريفرس بلوكينج. وهدول قيم الـ IGBT هلا بشرحها بشكل أوضح. ريفرس لوكينج هدول الكرنتس، إذا أنا بمشي هذا الكرنت بس على قيم مختلفة كأني حركت هذا اللوكينج لوين حركته؟ صار هون أو هون. كل ما زدت الجيت كرنت اللي أنا مره بتحرك البلوكينج، هذا بدون الجيت كرنت هون كأنه زيرو، بس لو كان في عندي هون جيت كرنت بصير احرك هذا الكيرن لحتى يوصل هون ويصير عندي كوندكشن. اذا هذه فكره الترايك، الترايك مبدا عمل الترايك. الدايك ببساطه فكرته بسيطه جدا. الدايك عباره عن ديفايس شكلها زي هيك، وهي بتشتغل بس على مبدا ايش؟ البلوكينج فولتج. انه بزيد الفولتج بزيد الفولتج عليها شو بصير فجاه؟ بصير بريك داون. فيها كمان هون عندي يا تي 1 يا اي 1 يا تي يا اي بستعمل، هون بستعمل اي 2. لاحظوا هذا التيرمينالز متكافئه تبعكم، في شيء اختلاف بينهم الاثنين. الدايك على حوالي تقريبا 30 ل 40 فولت بيعمل بريك داون. فهذه تقريبا 30 ل 40 فولت، وبالعكس كمان. هون تقريبا ناقص 30 ناقص 40 فولت. هذه هون تقريبا 5 ل 10 فولت، وهاي ناقص 5 ل ناقص 10 فولت. هذا هون اي وهذا فالدايود فكرته الاساسيه، الدايود فكرته الاساسيه بضل ازيد الفولتج ازيد الفولتج عبره، لما الفولتج عبره يصير يوصل حوالي 30 35 40 فولت حسب نوعه شو بيعمل؟ بوصل ما له جيت، تمام بالضبط. ولذلك استخدمناه في دائره الدمر، شو عمل؟ يعني كانه هو ديفايس، شو بتقول لي؟ بتقول انا راح اضل اوف لحد ما الاقي الفولتج قديش وصل؟ 30 يا حوالي زائد 30 او ناقص حسب طبعا الدائره هون لانهم متماثلين، راح يوصل فراح يوصل هو، فكانه هو فولتج بريك داون ديفايس، كانه بيشتغل هيك فولتج بريك داون ديفايس، بوصل وبعدين لما يرد الكرنت ينزل لزيرو برد بطفي مره ثانيه وبشتغلش مره ثانيه غير راسي عندي. فيش عندي طريقه اذا صار عندي موصل من هون لازم ارد انزل الفولتج انزل الكرنت اطفي الكرنت بحيث انه يطفي تحت اللاشين. اطفي يا جماعه. ايوه.